الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدات والسادة، مرة أخرى نرحب بكم هنا من مدينة العالمين الجديدة مستقبل مصر. هذه المدينة التي تمتزج فيها الطبيعة الخلابة بتاريخ فريد لم يتغير عبر الزمن، ولكن العالمين تتغير الآن وكما لم نراها من قبل، من بؤرة لأشرس الحروب في التاريخ الحديث إلى منافذ باعثة للحياة والسلام، من مجرد رمال صحراوية إلى أراض عامرة بالتنمية والاستثمار. مدينة هزمت آلام الماضي بآمال المستقبل وانتصرت بأمل مستدام لنا ولأجيالنا القادمة. مدينة العالمين الجديدة، مدينة المستقبل، إحدى مدن الجيل الرابع وأول مدينة مليونية في الساحل الشمالي لجيل مختلف من المدن الجديدة. ها هي العالمين الجديدة، الانتصار الحقيقي في معركة التنمية الشاملة. وها هم رجال القوات المسلحة البواسل يوفون بعهدهم لمصر بالدفاع عن ترابها ومقدراتها وخوض غمار المعارك التنموية والعمرانية. ففي الوقت الذي يسطر فيه أبطال الجيش والشرطة المصرية ملحمة فريدة بطول البلاد وعرضها لمكافحة قوى الشر والظلام وتوفير الأمن والأمان للمصريين، تمضي أيضا القوات المسلحة بعزيمة وإرادة صلبة لتحقيق تنمية مستدامة لشعب يستحق الكثير. وكعادة المصريين دائما، قيادة وحكومة وشعبا، المواجهة والتحدي من أجل الأمل والمستقبل، وتحت شعار يد تطهر الأرض ويد تنميها جاءت مدينة العالمين الجديدة، ثمرة عمل وجهد متواصل شاركت فيه كل مؤسسات الدولة المصرية ومن بينها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الآن مع كلمة اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكرام. في إطار توجيهات سيادتكم يا فندم بإنشاء مجتمعات عمرانية حضرية جديدة لاستيعاب الكثافات السكانية المتزايدة بالمدن وتوفير السكن اللائق لمختلف فئات الشعب، وامتدادا لما شاهدناه بالأمس القريب من أعمال تنمية شاملة بشبه جزيرة سيناء والتي تم عرضها أثناء افتتاح مقر خيارة قوات مكافحة الإرهاب، كلفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاشتراك في إنشاء العديد من المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية والتي نشهد اليوم وضع حجر الأساس لها، ومنها مدينة العالمين الجديدة، مدينة رفح الجديدة، مدينة سلام مصر. أما مدينة العالمين الجديدة فكلفنا بتنفيذ شبكة الطرق، البحيرات، 4 منطقة سكنية، محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم، وجاهزين لأي تكلفات أخرى يا فندم بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان في هذه المدينة. أما الطرق، جاري تنفيذ طرق المرحلة الأولى من المدينة بإجمالي 68 كيلومتر وبعرض متغير من 30 إلى 93 متر، منها 38 كيلومتر طرق ذات قطاع إنشائي بمواصفات خاصة، وذلك نظرا لضعف التربة والتي تحتاج لأعمال إحلال وطبقات تدعيم، وبنسبة تنفيذ 52% حاليا. ده شكل القطاع التصميمي في الطريق يا فندم، نتيجة ان ضعف التربة وفي مياه جوفية فلازم نطلع فوق منسوب المياه الجوفية وبعدين ندعم بطبقة مخلفات محاجر او زلط فاير، ثم بنحط طبقة نسيج لمنع نفاذ المواد الناعمة من اعلى الى اسفل، ثم طبقه رمل، ثم جسم ترابي يتراوح ما بين 2.5 الى 6 متر، ثم طبقات الاساس وطبقات الاسفلت. الطرق الرئيسيه في المدينه فندم بالكامل عرضها 92 متر، الطريق اتجاهين، كل اتجاه 5 حاره مروريه، على جانبي الطريق الرئيسي في 2 طريق خدمه، كل طريق اتجاه واحد حارتين، بالاضافه الى جزيره وسطى، ثم مسار للدرجات ورصيف للمشاه على جانبي الطريق. اما الطرق الفرعيه
فتقريبا بيتراوح عرضها حوالي 30 متر. برضه الطريق اتجاهين، كل اتجاه اثنين حاره مروريه وجزيره وسطى برضه، ومسار للدراجات ورصيف للمشاة على جانبي الطريق. الجاري حاليا فن تنفيذ اعمال الطرق بواسطه ثلاث مجموعات من المعدات. المجموعه الاولى في اتجاه البياري البرتقالي امام حضراتكم الان، وهي مجموعه تشكيل الجسر الترابي. المجموعه الثانيه في اتجاه البياري الصفراء، وهي مجموعه تنفيذ اعمال الاساس. المجموعه الثالثه في اتجاه البياري المميزه باللون الاسود، وهي مجموعه فرش ودمك طبقات الاسفلت. ده صوره من الموقع لتشكيل الجسر الترابي واستخدام طبقات الجيوتوك ستايل عشان نامن الطريق. دي طبقات الاساس اللي بيتم تنفيذها، ثم دي طبقات الاسفلت اللي بيتم تنفيذها حاليا. اما البحيرات يا فندم، فتم استغلال طبيعه التربه والموقع في تخليق عدد من البحيرات تصل الى مساحتها 350 فدان، عمقها يتراوح بعد الانتهاء منها ان شاء الله من 3 الى 4 متر، باجمالي كميات حفر 5 مليون متر مكعب، منها 2 مليون متر مكعب حفر جاف ومبلل، ثم 3 مليون بالتكريك، بنسبه تنفيذ حاليا 65%. استفدنا من خبرتنا في حفر قناه السويس يا فندم ان احنا استخدمنا الحفارات والدنابر ان احنا نشيل اكبر كميه من الاتربه سواء الجافه او المبلله عشان نقلل المجهود على الكركات، وعشان يروب الكركات توصلنا الى الاعماق المطلوبه للبحيرات دي في الميه. جاري تنفيذ اعمال الحفر وتشكيل بحيرات بواسطه اثنين مجموعه من الدنابر والحفارات والكركات في اتجاه البياري المميزه باللون الازرق حاليا على الارض. دي اعمال حفر جاف ومبلل، ودي اعمال تكريك باستخدام الكركات. العمل الثاني يا فندم وهو او العمل الثالث هو المناطق السكنيه، كلفنا بتنفيذ اربع مناطق سكنيه. تم البدء فعلا في تنفيذها. المنطقه السكنيه الاولى على مساحه 28 فدان باجمالي حوالي 1075 وحده سكنيه، تشمل 432 غرفة فندقية بمبنى الفندق الرئيسي و643 وحدة فندقية سواء شقة فندقية أو جناح أو شاليه، بالإضافة إلى المناطق الخدمية والرياضية والترفيهية. ودي لقطة أو عرض خفيف يا فندم كده بسيط لمكونات المنطقة السكنية الأولى. شكرا. المنطقة السكنية دي سيادتك صور من الموقع حاليا للأسات العميقة اللي نفذناها في مبنى الفندق وأعمال الهيكل الخرساني اللي وصل نسبة تنفيذنا النهاردة فيها إلى حوالي 15%. أما المنطقة السكنية الثانية فتقام على مساحة 45 فدان بإجمالي 370 وحدة سكنية، تشمل 193 غرفة فندقية، منها 6 غرف لذوي الاحتياجات الخاصة و38 جناح بمبنى الفندق الرئيسي، و149 وحده فندقيه ما بين فيلا لتوين هاوس لشاليه، بالاضافه الى المناطق الخدميه والترفيهيه. وده برضه فيلم بسيط بيوضح مكونات المنطقه السكنيه الثانيه. شكرا. ودي صور من الموقع حاليا يا فندم، وصلت نسبة تنفيذنا إلى 10%. دي طبقات إحلال. المناطق السكنية يا فندم الثانية والثالثة ده تقع في الجزء الغربي من المدينة، ويمكن طبيعة تربطها أقوى شوية عشان كده ما لجناش للأسات العميقة وبنستخدم أسلوب الإحلال. دي أعمال هيكل خرساني، برضه هيكل خرساني بكده المنطقة الثانية. المنطقة الثالثة وبرضه دي في غرب المدينة، مساحتها 44 فدان بإجمالي 310 وحدة سكنية، تشمل 220 غرفة فندقية بمبنى الفندق الرئيسي، و99 وحدة فندقية ما بين فيلا لتوين هاوس لشاليه، بالإضافة إلى مناطق خدمية وترفيهية. ده أيضا عرض يميز مكونات المنطقة السكنية الثالثة. شكرا.
دي صوره من الموقع الفني لطبقات الاحلال اللي بيتم تنفيذها، وصلت نسبه التنفيذ الى 10%، وفي طبعا غير الاحلال في اعمال في الهيكل الخرساني. النهارده ان شاء الله باذن الله فن باذن الله نصب اول سقف في المنطقه السكنيه الثالثه ان شاء الله. اما المنطقه السكنيه الرابعه فدي بتقام على مساحه 80 فدان باجمالي 1800 وحده سكنيه، ودي حضرتك هتبقى عباره عن منطقه سكنيه ما فيش فيها فنادق، ولكنها منطقه سكنيه ايضا مميزه فيها 80 عماره سكنيه من ارضي وثلاث ادوار طبقا للارتفاعات المسموح بها، باجمالي 1280 وحده سكنيه و250 فيلا ما بين فيلا منفصله وفيلا متصله، بالاضافه لكافه وطبعا الشاليهات، بالاضافه لكافه المرافق والخدمات المطلوبه سواء نادي اجتماعي او مسجد. وجاري اعمال التصميمات وابحاث التربه في الموقع حاليا يا فندم. في مدينه العالمين الجديده بننفذ واحده من اكبر اربع محطات تحليه ميه بحر بننفذها حاليا على في منطقه غرب المدينه، ودي اخترناها في غرب المدينه لاعتبارات ودراسات التربه والبحر وبما لا يؤثر على باقي المدينه ومرسى مينا، او بما لا يتاثر أو تتاثر بمرسى مينا الحمراء المجاور ليها. دي محطه فني من اربع محطات عملاقه بننفذها حاليا ضمن 35 محطه تحليه ميه بحر في كافه انحاء الجمهوريه وخاصه على ساحلي البحر الاحمر والبحر المتوسط وصل الى الهندسيه، لتصل كميه المياه المحلاه الى 392 مليون متر مكعب سنويا ان شاء الله هتصل بنهايه ده في العام الحالي، ومنتظر ان شاء الله في نهايه عام 19 ان احنا نوصل 925 مليون متر مكعب سنويا. دي سيادتك شكل المحطه ومكوناتها، عباره عن ماخذ ميه بطاقه 450 الف متر مكعب في اليوم، مجموعه مرشحات ابتدائيه، عنبر تحليه، اربع خزانات تكديس ميه، ساعه كل خزان 15000 متر مكعب، للخزان الواحد بطاقه اجماليه 60000 متر مكعب، محطه رفع ميه المنتجه، مجموعه محولات وموليلات الكهرباء، منشات اداريه وفنيه. دي صور حقيقيه من الموقع فنن دلوقتي، مبنى المأخذ البحري وخطوط المأخذ البحري، وفعلا ركبناها ومديناها في الميه وان شاء الله تنتهي بنهايه هذا الشهر ان شاء الله. نسبة تنفيذنا الإجمالية في المحطة 30%، وإن شاء الله بإذن واحد أحد إن شاء الله في أول عشرة القادم يكون عندنا مية محلاة إن شاء الله، بالإضافة إلى خط المية اللي تم تنفيذه بواسطة زملائنا في وزارة الإسكان من خط مية المغزل المطروح، علشان نقدر إن شاء الله في الصيف القادم نقدر يكون عندنا مية في المدينة، ولو في إشغالات في المدينة إن شاء الله تجد ما تحتاجه من مية. ده مبنى عنبر التحليه ومبنى التشغيل والتحكم، ده على الارض فعلا حاليا دلوقتي، ده مبنى الفلاتر وده المبنى الاداري، ودي خزانات المياه المنتجه بدانا نركب فعلا في اول خزان، ده الخط طبعا المأخذ، ودي صوره حيه من الموقع دلوقتي بتتنقل من الموقع دلوقتي حيه. شكرا. علشان نبدا في تنفيذ يا فندم العالمين الجديده، واثناء التخطيط للمنشات وباقي مكونات المدينه كان لازم ننفذ حاجتين مهمين جدا. اول عمل هو تطهير الارض من الالغام ومخلفات الحروب السابقه، حيث ان دي كانت ارض مخلفات ارض يعني تحارب عليها الحلفاء والقوات المحور ورحلوا وتركوا فيها يعني الغام ومخلفات حروب بكميات كبيرة جدا، إنشاء وتطوير عدد من الطرق والمحاور المؤدية للمدينة. أما موضوع التطهير، قامت الهيئة الهندسية بتفتيش وتأكيد تطهير الأرض في المنطقة المخصصة لإنشاء المدينة بمساحة 48000 فدان، وتم اكتشاف وإزالة حوالي 9600 لغم ودانة من مخلفات الحروب السابقة، وده شكل فعلا يا فندم الألغام والمخلفات اللي فعلا الحقيقيه اللي اكتشفناها وطهرنا الارض منها. ثم بعد كده فنم تعاوننا مع الهيئه العامه للطرق والكباري في تطوير وانشاء كافه المحاور
المؤديه الى مدينه العالمين الجديده واللي بتربطها بكافه محافظات مصر واهمها الطريق الدولي الساحلي اسكندريه العالمين، وده طريق يا فندم كان حارتين وحارتين. طورنا الطريق بطول 81 كيلو من الكيلو 21 وحتى مدينه العالمين بطول 80 كيلو، اصبح 5 حاره مروريه بالاضافه الى نجاري دلوقتي، وده انتهى فعلا في الصيف الماضي. واحنا حاليا بنشكل دلوقتي الجسور الترابيه وبننفذ طريقي خدمه على جانبي الطريق. بننفذ يا فندم هنا برضه وبأوامر من سيادتك ان احنا نحول الطريق ده الى طريق حر حتى لا نؤثر على حركه المصطفين او المرتاد الطريق او عابر الطريق الى مدينه مرسى مطروح. بننفذ هنا فن في تقاطع سيري كرير، بننفذ كوبري عباره عن 2 كوبري متقاطعين مع بعض، طول الكوبري 1263 متر، وصلت نسبه تنفيذه ل 44%، وان شاء الله باذن الله بناكد لسيادتك ان احنا قبل الصيف القادم ان شاء الله كل المصطفين وكل مرتادي القرى السياحيه هيستخدموه ان شاء الله باذن الله. الطريق الثاني كان هو محور رود الفرج الضبعه، وده انشاناه من القاهره وحتى الضبعه بطول 345 كيلو بالاضافه الى وصلات عرضيه 90 كيلو، منها وصلت العالمين اللي هي بتعنينا النهارده ودي طولها 43 كيلو. الطريق او الوصله اتجاهين، كل اتجاه 2 حاره مروريه وجزيره وسطى بعرض متغير، بتصل في نهايتها من طريق رود الفرج الضبعه الى مدينه العالمين الجديده. الطريق الثالث هو طريق وادي النطرون العالمين، وده الطريق بيبدا من الكيلومتر 126 على طريق القاهره اسكندريه الصحراوي وحتى مدينه العالمين، وطوله 135 كيلو، وتم الانتهاء من تطويره ليصل الى 3 حاره مروريه في كل اتجاه، وجاري انشاء طريق خدمه لكل اتجاه. الطريق الاخير يا فندم هو طريق القاهره اسكندريه الصحراوي، يمكن ده كنا نفذناه بدري شويه، ولكن ده من الطرق المهمه جدا اللي بتخدم اسكندريه والعالمين بالتحديد اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. تم تطوير وتوسيع الطريق بطول 194 كيلو ليصبح 6 حاره مروريه لكل اتجاه، بالاضافه 4 للطريق الرئيسي بالاضافه الى 2 حاره لطريق الخدمه. مدينه رفح الجديده، تم التخطيط لانشاء المدينه على مساحه 535 فدان باجمالي 10016 وحده سكنيه وعدد 400 بيت بدوي ومنشات خدميه، عباره عن سوق تجاري وحضانه ونادي رياضي واجتماعي ومجمع شرطي. دي شكل العمارات السكنيه اللي بنبنيها فعلا دلوقتي في رفح الجديده، 626 عماره من ارض وثلاثة دور متكرر بمساحات الوحده السكنيه 120 متر مربع. دي شكل البيت الريفي او البيت البدوي يا فندم، وطبعا نتيجه ان اهالينا في شمال سيناء زيهم زي برضه منطقه العالمين، زي منطقه الفرافره، زي منطقه الضبعه، بنعمل لهم بيوت بدويه من دور ارض، لان هو ما بيقبلش ان يبقى في معاه مشارك في البيت يعني، او بيفضل دايما يبقى هو واسرته في بيت مستقل. البيت عباره عن 100 300 متر، 150 متر مباني، ثم 150 متر حوش سماوي. دي المنشآت الإدارية والخدمية يا فندم اللي احنا بننفذها دلوقتي فعلا، سوق تجاري وحضانة 6 فصل ونادي رياضي اجتماعي ومجمع شرطي بيشمل الإطفاء ونقطة الشرطة والإسعاف. ده صورة من الموقع يا فندم دلوقتي، نسبة تنفيذنا 8% وإن شاء الله في الفترة الجاية تزيد أكتر شوية، ده الهيكل الخرساني بتاع العمارات والبيوت البلوية اللي احنا بننفذها، ونستأذن سيادتك يا فندم في وضع حجر الأساس للمدينه، مدينه رفح الجديده بواسطه الرائد مقاتل خالد ممدوح. تمام يا فندم، رائد مقاتل خالد ممدوح ناجي، اداره المهندسين العسكريين المشرف على انشاء مدينه رفح الجديده. استاذن في وضع حجر اساس المدينه.
فندم. المدينة الثالثة يا فندم وهي مدينة سلام مصر. لا استنى يا كامل معلش. تحت أمرك يا فندم. أنا بس عايز أقول للمصريين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، المدينة دي كانت متخطط إنها تتعمل من 3 سنين. تمام. مش كده يا كامل؟ ولكن طبعًا الظروف اللي كانت موجودة، أنا بس بقول الكلمة ديت، الظروف اللي كانت موجودة وإحنا بنحاول ننهيها دلوقتي، وإن شاء الله ننهيها، هي اللي أخرتنا إن إحنا حتى بمقاولين من شمال سيناء، مش كده؟ تمام يا فندم. أنا بس بقول الكلام ده عشان تعرفوا إنه كان المطلوب إنها ما تتبنيش أبدًا ولا تعمرش، تفضل كده وتتخرب وتتهد. ف أنا بس بالمناسبة كمان مش شايف في مدارس في المدينة، أنت عامل حضانات وعامل مش المدارس فين؟ ده 10,000 وحدة، يعني لو كل وحدة فيها طفل أو تلميذ يعني هيبقى 10,000، مش كده؟ متخططة يا فندم. ها؟ متخططة يا فندم. طب اصل ما اتقالش يعني. انا ما ذكرتهاش لكن متخططه. طيب يعني نعمل المدارس واذا كان في نادي يتعمل. تمام يا فندم. وحاجه ثقافيه وكده و تمام يا فندم. وهنا الجوامع هتبقى محتاجه جهد كبير جدا عشان الفكر اللي هو اللي موجود ده نقدر نكافحه يعني. ان شاء الله. يعني يبقى فيه اهتمام شديد قوي، ولا نسمح لاي احد ان هو يبقى موجود هنا يعني. اتفضل يا كامل. ان شاء الله. مدينة سلام مصر تقع المدينة يا فندم على مساحة 16,415 فدان، شرق مدينة بورسعيد وغرب منطقة رمانة. تم البدء فعلا يا فندم في تنفيذ 9,300 وحدة اسكان اجتماعي ومتميز، وجاري اعمال ابحاث التربة والتصميمات لمنطقة مارينا اليخوت والبحيرات وشبكات الطرق والمرافق بالمنطقة السياحية غرب المدينة. المدينة يا فندم بتشمل او المنطقة السكنية اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي، ودي خدت اولوية نتيجة ان هي فيها اسكان اجتماعي ويمكن محتاجين جزء منه ان شاء الله لاقامة العاملين في مشروعات شرق بورسعيد اثناء افتتاحها ان شاء الله في خلال هذا العام. فاحنا بدأنا بمنطقة سكنية للاسكان الاجتماعي والاسكان المتميز من 217 عمارة، العمارة ارضي واربعة دور متكرر باجمالي 4,340 وحدة سكنية، ومساحة الوحدة 90 متر مربع، بالإضافة إلى 4,889 وحدة إسكان متميز ما بين فيلا منفصلة لفيلا متصلة لشاليه سياحي، ودي في المنطقة فن مليئة غرب المدينة لسه بلناش فيها. جاري دلوقتي أعمال أبحاث التربة والتصميمات فيها، ده أعمال هيكل خرساني للمنطقة السكنية اللي احنا بدأنا فيها، ودي نسبة تنفيذها وصلت حاليا حوالي إلى 22%. بالاضافه فنم للحي السكني، جاري تنفيذ محطه تحليه ميه بحر بشرق بورسعيد بطاقه 150,000 متر مكعب في اليوم، واللي هتخدم ان شاء الله المنطقه السكنيه والسياحيه كل مدينه شرق بورسعيد، بالاضافه الى المنطقه الصناعيه بميناء شرق بورسعيد. دي يا فندم شكل الاسات العميقه اللي نفذناها للمحطه اللي وصلت نسبه تنفيذها الى 15%، وده اعمال هيكل خرسان المباني الاداريه والمباني الفنيه ومباني الفلاتر. هنحط حجر الاساس يا فندم بعد اذن حضرتك النهارده لمارينا سلام مصر بسيناء بواسطه العقيد مقاتل محمد احمد جوده. فندم تمام يا فندم. عقيد مقاتل محمد احمد جوده، اداره المهندسين العسكريين، الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. استاذن سيادتك في وضع حجر الاساس لمدينه سلام مصر بسيناء يا فندم. اتفضل يا فندم. Thank you.
أي أوامر يا فندم. شكرا يا فندم. قبل ما أكمل يا كامل، تحت أمرك. احنا كنا دكتور مصطفى اتفقنا ان احنا هنمتد شرقا في اتجاه البردويل ل 20 كيلو كمان. تمام، مش كده ولا ايه؟ اي فندم. ها؟ هنوصل رومانا ان شاء الله يا فندم. طيب ماشي ان شاء الله. طيب ان شاء الله. شكرا. في نهايه كلمتي يا فندم، انا بستاذن سيادتك في توجيه الشكر لكل اجهزه وخيرات وهيئات وادارات القوات المسلحه على معاونتها للهيئه الانسانيه للقوات المسلحه عشان ننفذ مشروعاتنا. ايضا بستاذن سيادتك في توجيه الشكر للسيد القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي سياده الفريق صدق صبحي على متابعته المستمره وزيارته لمشاريعنا وتقويتنا. والشكر المره دي يا فندم بقى الثالث ده لسيادتك، انا بنقله لسيادتك من كافه العمال اللي بتشتغل معانا. انا باكد لسيادتك يا فندم ان احنا بيشتغل معانا 5 مليون مش 3 ولا 2، 5 مليون عامل، سواء عماله ثابته في شركات بتتقاضى مرتبات ثابته او عماله متغيره. بيوجهوا ومحملين يا فندم امبارح بالليل طول الليل تليفوني ما بطلش، لما عرفوا ان في وثيقه النهارده لتامين على حياتهم او وثيقه امان ليهم، محملين الشكر والتقدير والحب والاعتزاز بحضرتك على وثيقه التامين اللي سيادتك اطلقتها النهارده. وده منظر حب والتفاف العمال في احد مشروعاتنا لسيادتك، وان شاء الله باذن الله ربنا يسهل ويستمر باذن الله. طب يا كامل يا وزير، يبقى 12.5 مليار جنيه. انا بكلمك بجد، مش 5 مليون. جاهزين يا فندم؟ اه طبعا احنا جاهزين يا فندم، مقاولين اللي موجودين هنا واقدر اوقفهم مع حياتك واحد واحد، وكلهم جاهزين يساعدوا ويساهموا ان شاء الله باذن الله. الامر لسيادتك امرته ان شاء الله. مش بكلم في مساهمه. لا يا فندم، ده فرض عليهم يا فندم. لا لا لا، استنى عليهم. لا استنى بس يا كامل. فرض ايه؟ لا احنا بس عايزين ان هم يعني يحطوا الاموال ديت ويخصموها براحتهم من العمال ان شاء الله، لكن مش فرض عليهم طبعا يعني. لا لا لا، هم قابلين يا فندم الفرض والله يا كامل. طيب، فنسدد الاموال ديت. انا ما اعرفش ال 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 السيد المحافظ، انت مرتب نفسك لكده ولا لا بصراحه؟ لا صحيح، بس شوف معايا ايه الطلبات واحنا ندرسها. طيب ماشي، طيب ماشي. شكرا كامل. أيوة شكرا. شكرا. انت مش عايز تشتغل حاجه تانية غير اللي انتوا شغالين فيه ده؟ والله يا فندم انا جاهز. احنا يا فندم يعني الاربع مهام دول قليلين جدا علينا، بس طبعا طبقا لتخطيط الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي احنا جاهزين يا فندم لاي اسعارك ايه ان شاء الله يا فندم. اللي الدكتور مصطفى يقول عليه يا فندم واللي سيادتك تامر بيه احنا ننفذ بيه. انا ببلاش. كان عليا، مش عايز ادفع خالص. لا، واحنا يا فندم ان شاء الله باذن الله، مش يعني زي ما سيادتك امرت ووجهت، احنا مش هناخد حاجه من الدوله. احنا جاهزين يا فندم نجيب ناس ونشتغل معاهم، وباذن الله تطلع المدينه باذن الله زي ما الدكتور مصطفى قال في نهايه 19 تكون خلصانه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هي والباقي ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. شكرا كامل. شكرا. شكرا. توجيهات متواصلة من القيادة السياسية حاضرة وبقوة في تنفيذ كل ما يجري هنا في مدينة العالمين الجديدة، كما في كل أنحاء مصر، بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات وتوفير مستوى معيشة راق ومتطور وإتاحة مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية لتكون بوابة جديدة للحياة تحوي كل المقومات الداعمة للسياحة والصناعة والتجارة على نحو متكامل، بحيث تكون المدن الجديدة تعبيراً حقيقياً عن مصر المستقبل كما يتطلع إليها شعبها. كلمة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دورة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، السادة الحضور الأكارم، بداية يشرفني أن أتقدم بالنيابة عن جميع أبناء محافظة مطروح بالترحيب بسيادتكم على أرض الأمل والتنمية والمستقبل، عروس البحور مطروح. فخامة السيد الرئيس،
أبناء مطروح يؤكدون على روح انتمائهم وولائهم لمصرنا الحبيبة، وأنهم دائما على قلب وفكر رجل واحد كحراسا للبوابة الغربية لمصر، وبما يحملونه لفخامتكم من محبة واعتزاز، مع فخرهم باهتمام سيادتكم الكبير بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن وترجمته بما يجري على أرضها من مشروعات قومية وتنموية عملاقة لم تشهدها من قبل، مع التأكيد على أن ما تم كان بفضل الله وبفضل تنفيذ توجيهاتكم المستمرة من أجل تغيير محافظة مطروح من كافة الوجوه، وتأكيد الاستغلال الأمثل لإمكانياتها ومواردها من أجل الارتقاء بها وخدمة أهلها وجعلها مقصدا استثماريا وسياحيا عالميا، مع اعتبار محافظة مطروح نموذجا وجزءا لا يتجزأ من النهضة والتنمية الشاملة التي تمت بكافة ربوع مصر تحت قيادتكم الحكيمة. وفيما يلي أتشرف بعرض موجز لأهم الجهود والمشروعات التي تمت على أرض محافظة مطروح. محافظة مطروح تمتد من الشرق إلى الغرب على ساحل البحر المتوسط بمواجهة 450 كيلومتر، كما تمتد جنوبا حتى جنوب سيوة بعمق 420 كيلومتر، وبذلك تبلغ مساحتها 166 ألف كيلومتر مربع بنسبة 16.6% من مساحة الدولة، تعتبر ثاني أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 500 ألف نسمة. المشروع النووي بالضبعة بفضل جهود سيادتكم لوضع مصر على خريطة التقدم التكنولوجي وتحقيق حلم راود المصريين على مدار عقود طويلة، تم البدء في إنشاء أول مشروع نووي سلمي بمصر بمنطقة الضبعة بالتعاون مع الجانب الروسي تحت أشراف وزارة الكهرباء والطاقة على مساحة 45 كيلومتر وبطول 15 كيلومتر على ساحل البحر بقدرة إجمالية 4800 ميجا واط، سيتم إنشاء بأحدث التقنيات العالمية في مجال الجيل الثالث. مشروع تنمية غرب مصر، بدء المرحلة الأولى التي تتضمن إنشاء ميناء جرجوب كمركز تنموي وميناء تجاري عالمي على مساحة 8568 فدان وبتكلفة 10 مليار دولار وتوفير مزيد من فرص العمل. الميناء يكتسب أهمية كقاعدة تعزز الارتباط بالعمق الإفريقي وزيادة دور مصر الإقليمي، مع زيادة حركة التجارة الدولية والقدرة الاستيعابية لحجم الصادرات والواردات، ويخدم دول أوروبا والمغرب العربي ويرتبط بشبكة متنوعة من الطرق والمواصلات مدعمة بمناطق لوجستية تزيد من نصيب مصر من أنشطة تداول الحاويات والسياحة. مدينة العالمين الجديدة، إنشاء مدينة العالمين الجديدة بمحافظة مطروح تنفذها وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أحدث مستوى لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب السكان من الوادي والدلتا من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتحقيق رؤية ومستقبلية أفضل وتنمية مستدامة للأجيال القادمة. الاستثمار، حضرتك نجحت محافظة مطروح في أقل من 3 سنوات في رفع معدلات تدفق للاستثمار بالتعاون مع معالي وزيرة الاستثمار، حيث بلغت حجم الاستثمارات 140 مليار جنيه بعدد 21 مشروع متنوع، أهمها في مجال تصنيع التمور والزيتون وتبعية المياه المعدنية، وعدد من المشروعات الاستثمار السياحي والعقاري، ويأتي في آخرها مشروع ترفيهي عالمي يقام على غرار مدينة ديزني العالمية. الخطة الاستثمارية، معروض أمام سيادتك بيان توضيحي للخطة الاستثمارية خلال أعوام 14-15 حتى 17-18، ويتضح فيه حجم التدفق. 14-15 حجم التمويل كان 405 مليون جنيه، 15-16 793 مليون جنيه، 16-17 930 مليون جنيه، 2017-18 مليار و100 مليون جنيه. يتضح من العرض الزيادة المضطردة للخطة الاستثمارية للمحافظة بما يتوافق مع طموحات أبناء مطروح في تحسين مستوى خدمات البنية التحتية، طرق كهرباء، مياه صرف صحي. الأصول الثابتة الغير مستغلة، تم إعادة استغلال العديد من الأصول الثابتة الغير مستغلة داخل محافظة مطروح، أهمها مصنع التمور بسيوة، السينما الصيفي، سوق السلام. البنية التحتية، تم الحرص على تحسين خدمات البنية التحتية لتلبية كافة احتياجات المواطنين وأيضا توفير مناخ جاذب للسياحة وللاستثمار. يأتي في أهم هذه الموضوعات مشكلة مياه الشرب،
تم القضاء على هذه المشكلة نهائيا. وده بصراحة محتاج ارتكز هنا شوية يا فندم. احنا تعاملنا على هذا المحور على محورين. المحور الاول هو ازالة التعديات على خطوط النقلة، خط ال 700 وخط ال 1000. زلنا اكثر من 700 تعدي اقطار 4 بوصة. وده بصراحة يا فندم هنا في تحية واجبة للقوات المسلحة ممثلة في قيادة المنطقة الغربية العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية امن مطروح. هذا فضلا عن النيابة العامة التي فعلت القانون وكان لها اكبر الاثر في تحقيق عنصر الردع على كل من تساوي لها نفسه في التعدي على الخطوط الناقلة. حضرتك جينا بعد كده وصلنا من 35 ألف متر مكعب يوم مية، ودي كانت أقصى حالات وصول مياه لحافظة مطروح. وصلنا من 90 إلى 100 ألف متر مكعب يوم مية على خطوط النقلة بعد إزالة التعديات. ثم تدخلت سيادتك بالحل الاستراتيجي، محطة الرميلة 1، 2، 3، بغوش، كيلوباترا، الضبعة، النجيلة، براني، السلوم. أصبحت مطروح بيصل لها مية النهاردة يا فندم 160 ألف متر مكعب يوم مياه، وهذا يتجاوز المخطط الاستراتيجي مخطط مخرج مطروح مياه 17-18 110 ألف متر مكعب يوم مياه. هذا ما كان ينشر في وسائل الإعلام المختلفة عن مشكلة مياه الشرب داخل محافظة مطروح. هذه جانب من صور وحدات التحلية. ثم بعد ما عملنا وحدات تحلية تفاقمت عندنا مشكلة الصرف، مؤخرا السيد مجلس الوزراء دعم الخطه ب 350 مليون بالامر المباشر لانهاء مشكله الصرف الصحي في محافظه مطروح. حجم الدعم النقدي المقدم من المحافظه ومن الدوله في مجال مياه الشرب والصرف الصحي 1,247,000,000 بالاضافه ل 350 مليون للصرف الصحي. قطاع الكهرباء، بحب اطمن سيادتك ان مفيش تجمع في مطروح في اقصى القرى والنجوع ب 10 منازل ما فيهوش كهرباء. احنا فندم صرفنا، الدوله صرفت على الكهرباء 930 مليون جنيه. تم مضاعفه القدره الكهربائيه لمحافظه مطروح من 400 ميجا وات الى 800 ميجا وات، من المنتظر وصولها الى 1000 ميجا وات نهايه شهر مارس القادم. تم دعم واحه سيوه التي كانت تعاني من ظلام تام باحدث وحدتين لتوريد الكهرباء بتكلفه 50 مليون جنيه وبطاقه 10 ميجا وات، محطات طاقه شمسيه، دعم من الجانب الاماراتي. بيان بالاعمال والتكاليف باجمالي 930 مليون على مدار عامين للارتقاء بخدمه الكهرباء. في مجال الطرق والبنيه التحتيه، انشاء طريق سيوه جغبوب بطول 90 كيلو متر، انشاء طريق محور الضبعه عرود الفرج بطول 537 كيلو متر، تطوير وتوسعه الطريق الدولي الكيلو 21 مرحله اولى حتى العالمين بطول 83 كيلو متر، رصف ورفع كافه الطرق داخليه ومحاور جديده بطول 581 كيلو متر بتكلفة 368 مليون، ربط الطرق الرئيسية بالقرى والنجوع بطول 350 بتكلفة 188 مليون جنيه. الغاز الطبيعي، تم الانتهاء من المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي داخل محافظة مطروح لعدد 15 ألف مشترك بمدينة مرسى مطروح. تم فتح الخطوط وتم التوصيل الفعلي لعدد أكثر من 5000 مشترك، وجاري الانتهاء من التوصيل لعدد 30 ألف مشترك في نهاية عام 2019. قطاع الصحة، في استراتيجية انتهجتها المحافظة مع معالي وزير الصحة، في كان هناك العديد من المناطق المحرومة من الصحة المتميزة. يا علاء فندم ارجع للغاز كده، ارجع فندم. ليه لاخر السنة؟ ليه لاخر السنة الغاز يعني؟ ليه يعني؟ هل توصيل الغاز يحتاج منين الوقت ده كله؟ صراحة الشركة اللي بتنفذ يا فندم، علشان بس المسافات بعيدة. هو انت رئيس المحافظة؟ ايوه فندم. ايوه انا بكلم بجد. حاضر. لا يعني مش الشركه انت معاها؟ انا معاهم والله يا فندم. ما انا عارف، احنا بنعمل كده عشان الخدمه توصل للناس هتريح، وبدل ما احنا بنودي انابيب من هنا ومن هنا وكلام من ده، هي خلاص يبقى خلصت. فانت هتضغط عليهم او هتضغط مش يعني هتشجعهم؟ هتشجعهم. حاضر. هتشجعهم احنا. حاضر. يخلص. حاضر. مش اخر السنه. حاضر. احنا في شهر 2. حاضر. يعني انت بتتكلم في 10 اشهر. نهاية 19؟ انا لسه. حاضر يا فندم. لا طبعا، ده انا بتكلم، فاكر انك انت بتقول نهاية 18. حاضر. حاضر ايه؟ حاضر هننفذ يا فندم. طب صحيح. حاضر هننفذ. طيب ماشي. فيما يتعلق يا فندم بقطاع الصحة، الاستراتيجية التي اتخذتها المحافظة لتطوير قطاع الصحة، كان هناك العديد من المناطق المحرومة من الصحة المتميزة، تم دعم الصحة وتطوير جميع المستشفيات. تم مؤخرا الانتهاء من مستشفى النجيله، وبصراحه مستشفى النجيله فندم اصبحت ان احنا بقى في غرب مصر
مستشفى احاله، دي طفره كبيره جدا بتشهدها المنطقه الغربيه. استبلغت قيمه التطوير بقطاع الصحه 615 مليون جنيه. كما قامت محافظه مطروح بدعم قطاع الصحه بالمحافظه بمبلغ 53 مليون ممثله في انشاء وحده رنين مغناطيسي ووحده تقرصات كبديه والمشاركه في مبادره فخامه السيد الرئيس في مكافحه فيروس سي، وتدعيم قطاع الصحه بوحدات غسيل كلوي وحضانات اطفال. تم التعاقد مع اساتذه جامعيين واستشاريين لبعض التخصصات النادره لاجراء الكشوف الطبيه والعمليات الجراحيه اللازمه. ده جانب من بعض الصور لتطوير مستشفى النجيل المركزي. قطاع التعليم العالي تم انشاء عدد 8 كليات بجامعه الاسكندريه فرع مطروح، وهي كالتالي: كليه التربيه، كليه الزراعه، كليه التمريض، كليه الطب البيطري، كليه السياحه والفنادق، كليه رياض الاطفال، كليه التربيه الرياضيه، كليه العلوم البترول والتعدين. يعني الانتهاء من انشاء مبنى الجامعه ان شاء الله ويدخل الخدمه في نهايه في العام الدراسي الجديد، بالاضافه الى عدد 2 جامعه مخطط تنفيذها بمدينه العالمين الجديده. ده مبنى الجامعه يا فندم، احنا وصلنا 5% حاليا. قطاع التعليم تم رفع كفاءه العمليه التعليميه بانشاء اول مدرسه مصريه يابانيه بمدينه الحمام، بالاضافه لعدد 3 مدارس تجريبيه للغات، انشاء 37 مدرسه جديده لاستيعاب الكثافه الطلابيه المتزايده، توفير نحو 60 منحه دراسيه مجانيه للالتحاق بالجامعه الالمانيه والبريطانيه والجامعات الخاصه، هذا بالاضافه الى استفاده الطلاب الثانويه العامه بمطروح بنسبه 5% مناطق حدوديه لعدد 143 طالب. مدرسة الطبعة النووية الفنية المتقدمة للتطبيقات النووية. جاري نحو من إنشاء أول مدرسة متخصصة في التكنولوجيا النووية في مصر والشرق الأوسط، مدينة الضبعة. قطاع التموين تنفيذا لتجهيز سيادتك برفع المعاناة عن كاهل المواطنين، تم فتح عدد 9 منافذ ثابتة للسلع الغذائية بتخفيض 30% لعدد 117 سلعة لمدة 16 شهر بتكلفة 8 مليون بدعم من رجال الاعمال، بالاضافه لوجود منافذ متحركه تجوب القرى والنجوع والتجمعات الصحراويه للوصول الى جميع المواطنين. قطاع الزراعه، ابناء قبائل مطروح يراودهم حلم بعوده المحافظه الى ما كانت عليه في العصر الروماني كسله غلاله للعالم، وجاء قرار السيد رئيس الجمهوريه بزراعه 1.5 مليون فدان، منهم 180 الف فدان منطقه المغرى وسيوه. جاري العرض على سيادتكم للتصديق على تنفيذ مشروعاتهم والأعمال الصحراويه. منطقة المشروع تمتد من غرب الضبع وحتى السلوم اعتمادا على مياه الامطار، ومنطقة سيوة والمغرى اعتمادا على المياه الجوفية. مدة المشروع 7 سنوات، لو الدكتورة سحر وفرت التمويل الكامل سيتم التنفيذ خلال 3 سنوات. حصاد مياه الامطار للمناطق الساحلية، كمية المياه الممكن حصادها 25 مليون متر مكعب في السنة. ما تم انجازه خلال 20 سنة الماضية يا فندم حتى 2017 حصاد فقط 3.2 مليون متر مكعب. حيث ان المشروع يستهدف حصاد اكبر كميه من مياه الامطار واستخدامها الاستخدام الامثل من حيث نوعيه الزراعات والاشجار التي تتفق وطبيعه البيئه الصحراويه. دراسه علميه متعمقه لمشكله الصرف الزراعي في واحد سيوه. قطاع الشباب والرياضه، معلش خليني قبل ما نطلع نسيب النقطه دي، دي نقطه مهمه جدا. ارجع يا فندم لو سمحت. في الموائمه الصحراويه علاء، احنا اتفقنا ان انتوا لو الدراسات كلها قالت ان احنا نقدر نحصد على الاقل ال 25 مليون متر دول، احنا مش هنخلصهم في 3 سنين. وانا بقول الكلام ده لكم، واهالي مطروح بيسمعوني واهالي المنطقه الغربيه كلهم بيسمعوني. لا، احنا هنخلصهم في ان شاء الله في اقل من كده بكتير، انا بتكلم في سنه بالكتير. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي هي مشكله الصرف الزراعي في سيوه. وانا احنا اتكلمنا في اثناء عرضك في الموضوع، ودولة الرئيس قال لك ان احنا هنشكل لجنة من وزارة الري والزراعة واساتذة مركز حوض الصحراء، مش كده؟ ونشوف. تمام. ولو النهارده هذا المشروع برضه، انا بقوله لاهالي سيوة ايا مكان، لان دي مشكلة قديمة جدا والدولة ما جابتهاش برضه، يعني لم تتصدى لها على مدى سنين طويلة. احنا هنشوف ايه اللي ممكن نعمله حتى يعني ننتهي تماما من مشكلة مياه الصرف في سيوة. ده معناه ان بقى، انا بس بقول للناس اللي بتسمعنا، سيوة عندها مشكلة كبيرة جبالها اكتر من 30 سنة ان الارض بتطبل نتيجة المياه الجوفية القريبة من المناطق الزراعية. احنا هنشوف الموضوع دوت وهندرسه وهنتصدى له، وان شاء الله ان شاء الله مهما كان حجم التحدي هنحله بامر الله سبحانه وتعالى. اتفضل يا علاء. شكرا فخامة السيد الرئيس. بالنسبة يا فندم لقطاع الشباب والرياضة، تم العمل على تشجيع الشباب والنشأ على ممارسة الرياضة بإنشاء ملاعب رياضية جديدة بجميع مدن المحافظة،
وتطوير مراكز الشباب وتقديم خدمات متنوعة للشباب المحافظة، سواء للملاعب القانونية وملاعب الخماسية ومبنى التعليم المدني ومراكز الشباب والرياضة. مساهمة رجال الأعمال والمجتمع المدني اللي قدام سيادتك ده فندم إجمالي مبلغ تبرعات نقدية برجال أعمال تتجلى بصراحة مشاركة رجال أعمال محافظة مطروح، سواء من أبناء المحافظة أو من رجال الأعمال الذين لهم استثمارات على أرض المحافظة، بإجمالي مبلغ 471 مليون ده نقدي. اتفضل يا فندم. الفندم كل المشروعات وكل المشاكل المزمنة اللي كانت داخل محافظة مطروح شارك في حلها جميع رجال الأعمال، بداية من مشروع نقل الركاب بدعم ب 40 اتوبيس باجمالي 15 مليون جنيه، تطوير محطه تعبئه الغاز بتطوير ده باحدث مصنع موجود في مصر والشرق الاوسط حاليا بتكلفه 10 مليون جنيه، تبرع من مجهود رجال الاعمال، مصنع الوجبه المدرسيه، تطوير مجمع المخابز بتكلفه 1 مليون جنيه، تطوير مصنع الصوف مبلغ 1.5 ده يعني في العديد من السيدات المعيله بتعيش على هذا المصنع وكان متعثر من اكثر من 20 عام، تم اعاده تطويره بمبلغ 1.5 مليون مجهود رجال المجتمع المدني، انشاء مصنع الاطراف الصناعيه لضحايا الالغام بتكلفه اجمالي 1.5 ده دعم من وزاره التعاون الدولي، تطوير الميادين بتكلفه 1.5 مليون جنيه، اخيرا يا فندم في مجال المتاحف تم تطوير متحف كهف رومل بتكلفه 2.5 مليون جنيه على نفقه المحافظه بعد اغلاقه اكثر من 10 سنوات، واعاده افتتاحه للزياره المتحفيه اثناء الاحتفال بالعيد الماسي للحرب العالميه الثانيه. قامت المحافظه بتجهيز متحف الاثار اللي سيادتك ان شاء الله هتفتتحه النهارده بالجهود الذاتيه بتكلفه 15 مليون جنيه تشمل الانشاءات والتجهيزات. تجهيزات على مساحه 1500 متر وبعدد 1000 قطعة أثرية، مجهز بالكاميرات الداخلية والخارجية لتأمين المتحف وشبكة إطفاء منفصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الآثار لعرض القطع الأثرية تمثل على العصور الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية تمهيدا لافتتاحه كأحد مقاصد الجذب السياحي لمحافظة مطروح. إذا سمحت سيادتك نعرض فيلم عن المتحف لمدة دقيقتين. السيد الرئيس سيادتك تأذن لنا بافتتاح المتحف. افتتاح متحف آثار بمحافظة مطروح مهندس خلف صادق أحمد. المهندس خلف صادق أحمد مدير مديرية الإسكان والمرافق المشرف على تنفيذ متحف الآثار بمطروح. استأذن سيادتك لإزاحة الستار يا فندم. تفضل يا فندم.
فندم. شكر يا فندم، كتر خيرك. شكرا. بعد اذنك يا فندم، احب اوجه الشكر لمعالي الدكتور خالد وزير الاثار على التعاون المثمر في افتتاح هذا المتحف. فخامه السيد الرئيس، الحضور الاكارم، نؤكد اننا جميعا تحت قيادتكم نعمل من اجل مصلحه الوطن وآلاء شأنه وخدمه المواطن، فهو الغايه التي نسعى من اجلها، مع التاكيد على ان ما نقوم به استكمالا لثوره مصر الجديده، ثوره البناء والتنميه في كافه ربوع مصر، حتى اصبح العالم ينظر إلينا اليوم كيف نصنع الإنجازات رغم المحن والتحديات. حفظ الله مصر قوية أبية، ورعاها أرضا وشعبا، وحقق دائما لها التقدم والازدهار تحت قيادة سيادتكم الرشيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا علاء. هستأذنك علاء في دقيقة واحدة وانت موجود كده، ان انا اوجه التحية والتقدير لأهل مطروح كلهم. وانا هقول انا ليه انا بوجه لهم التحيه. اهالي مطروح هم اول ناس جمعت السلاح بمبادره منهم يا علاء، وانت فاكر ده كويس. حصل وده في اعقاب يعني الثوره، كان اول من استجاب لمبادره الدوله في ان هم يجمعوا السلاح، ويعني واللي اتجمع في مطروح تقريبا ما تجمعش بمبادرة من الأهالي ذاتيا قد أي محافظة في محافظات الدولة. فأنا بوجه لهم الشكر وبسجل ده دلوقتي لهم. النقطة الثانية اللي هم عملوها، إن هم كان في مشكلة صغيرة فيما يخص أرض الضبعة، وطبعا كان حصل أثناء برضو أحداث الثورة يعني شوية مشاكل كده، وبرضو أهالي مطروح أو أهالي محافظة مطروح على طول سلموا الأراضي بتاع الخاصة بالمحطة طواعية. للقوات المسلحة عشان نبدأ هذا المشروع. أنا بس عايز أأكد لهم إن إحنا مش ممكن هنيجي نعمل تنمية هنا على أراضي مطروح على حساب المواطنين بتوع مطروح. أنا بكلمكم، أنا بكلمكم بجد، لازم تكونوا متأكدين. وأنا قلت لهم لا يمكن نكون بنعمل حاجة وفي حد من السكان قاعد على الأرض دي إلا ما يتم تعويضه ونراضيه قبل ما نتحرك، مش كده علاء ولا إيه؟ حصل. أنا بس بأكد كده لكم، لأن هي في الآخر لينا كلنا، يعني في الآخر المصلحة اللي إحنا بنعملها لأهالي مطروح الأول وبقيت أهالي مصر، لكن بالرغم من كده مش هنعمل ده بيكون على حسابكم، وأنتوا مش هتعرفوا اللي بيتعمل ده نتائجه خلال سنة ولا اتنين. ده هياخد وقت، ده هياخد وقت، لكن احنا حريصين على ان احنا ميبقاش في مظلمة لكم واحنا بنعمل برنامج التنمية الكبير اللي احنا بنعمله. النقطة الثالثة والأخيرة أو النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أكلمكم فيها، أنتوا وعدتوني من 4 سنين مش كده علاء؟ تمام. إن أنتوا هتبقوا حراس الحدود الغربية في ظل الظروف الصعبة. اسمعوا بس، ما هنا اصل يعني انتوا يعني طبيعتكم اذا وعدتم بتوفوا مش كده؟ طيب انا بس بقول لكم بس، انتوا وعدتوني ان انتم هتبقوا حراس وهتمنعوا تدفق السلاح والذخائر والمهاجرين والمقاتلين عبر الحدود، وانتم وعدتوني بكده. انا مش هقول اكتر من ايه، انا بفكركم بوعدكم. بالمناسبه طب اسمعوا، طيب ما انا مش يعني اصل النهارده يوم جميل، النهارده يوم جميل مش لكن عايز اقول خلي بالكم بس، اللي هيدخل ده هيقتل اهلكم ويدمر بلدكم. مفيش، لا طبعا انا بكلمكم عشان انا محتاج، احنا محتاجين مساعدتكم وانتوا ادرى يعني بكل شيء، وانا مش هزود في كلام اكتر من كده. بفكركم بالوعد ده علاء. حاضر. انا بشكركم مرة تانية وكل سنة وانتوا طيبين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ايوه امر.
مستقبل مصر المستقبل الأفضل بإذن الله تعالى يحتاج دائما إلى تحديد الأهداف والأولويات ومن ثم الآليات والوسائل لتحقيق هذه الأهداف، ويحتاج أيضا إلى عناصر القوة المتاحة والممكنة وكيفية تفعيلها وتوظيفها بشكل أمثل. وإذا كان من حق المصريين بناء دولتهم الحديثة والعبور بها إلى مستقبل أفضل، فإن كل هذه العوامل تتوافر في رؤية قادها إلى التنفيذ والتطبيق السيد رئيس الجمهورية، وشعب يحلم ويعمل من أجل وطن أفضل ومستقبل بدأ يرسم ملامحه على أرض الواقع، وهنا في مدينة العالمين الجديدة الآن المستقبل في أبهى صوره. نستأذن فخامة الرئيس والحضور الكريم في راحة قصيرة يعقبها وضع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحجر الأساس لمدينة العالمين الجديدة، ثم القيام بجولة تفقدية. شكرا لحضراتكم. على أي أمور في حياتك خلي بلدك أكبر حيز راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز نملى الساعة اتنين ما تنامش ما تسنين انت ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واجب تعب البلدي والمصر الاكبر.